شروق، نشوف شروق اتكلمت على ايه بخصوص النادي الاهلي. قالت ان علي معلول يغلق ملف الرحيل عن الاهلي، والقصه دي اتكلمنا فيها من شويه. علي معلول مكمل في الاهلي ومبسوط جدا داخل القلعه الحمراء، والامور كويسه جدا بخصوص علي معلول. مدير الكره يعد بتجديه في يناير، ده شان خاص بقى باداره الكره في النادي الاهلي، يعني مش هنقدر نتكلم فيه. هو وكيل برازيلي يسال عن سعر ازارو، اتكلم كتير على ازارو، لكن احنا اتكلمنا بشكل مفصل عن موضوع ازارو، ونتمنى كل الدعم للاعب خلال الفتره اللي جايه، لان دي مصلحه النادي، دي مصلحه اللاعب والفريق لحد ما يجد جديد. لكن حتى هذه اللحظه الراجل موجود في النادي الاهلي، فمش عايزين نتكلم في موضوع وليد ازارو ده كتير، وفي الحقيقه الناس كلها بتتكلم فيه. لكن ان شاء الله ازارو خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي يكون افضل وافضل بكتير، لان هو عنده الامكانيات وعنده الشخصيه القويه. بالمناسبه في مدافعين كتير جدا في الدوري المصري بيقلقوا لما بيشوفوا ازارو في الملعب، وده كلام حقيقي، انا مش بقول استنتاج، دي معلومات يعني. بيقلقوا لما يشوفوا ازارو في الملعب، ليه؟ لانه مهاجم قوي قوي جدا، و يعني بيلعب بطريقه فيها شراسه كبيره بالنسبه للمهاجمين، فبالتالي المدافعين بيقلقوا شويه من ازارو، دي حقيقه. لكن ممكن الاهم طبعا ان هو يحرز اهداف، ده الاهم في الحقيقه، ان شاء الله يطور من هذه الجزئيه فيما هو قادم من مباريات مع النادي الاهلي. المسا الخطيب يعيد الثقه لكبار نجوم الاهلي. ديبو اجتمع مع حسام او بحسام ووليد وفتحي واكرامي وسعد وطلبهم بالتالق هذا الموسم. يعني هو الخبر مش حقيقي بصراحه، انا عايز اعرف يعني من زمايلنا في المسا هم جابوا الخبر ده منين؟ يعني الكابتن الخطيب مش بيقعد مع لعيبه او مجموعه معينه لوحدها يعني، الا اذا لو مثلا في الملعب هو مثلا رايح يأزرهم في مره من المرات في تدريب من التدريبات، اتكلم معاهم بشكل طبيعي، لكن مش جلسه خاصه مثلا او جلسه يعني ما بينهم هم بس وموضوع، لا طبيعي الكابتن محمود الخطيب بيطلب الكلام ده كله من كل اللعيبه. الاسماء دي طبعا كبار الفرقه وكباتن الفرقه، حسام عاشور وفتحي ووليد سليمان واكرامي وسعد سمير، طبعا نجوم كبار جدا، لكن الكلام مش بيبقى مع دول بس، الكلام بيبقى مع الكل يعني في الحقيقه. فما كانش في اجتماع ما بينهم هم بس يعني. طلبهم بالتالق ده شيء طبيعي وبديهي يعني، احنا او كابتن الخطيب هيطلب من كل الناس من كل الفرقه ان هي تتالق، من الجهاز الفني من كله يعني، ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. خلينا نروح لاخبار الرياضه. هو في الحقيقه خبر مفرح على وشك الحدوث يعني خلال الفتره اللي جايه، هو عوده محمد محمود بعد اصابه الرباط الصليبي. هو يعني اتكلم مع اخبار اليوم او اخبار الرياضه بالتحديد، قال ان الكابوس الصليبي قربت تنتهي منه، وان انا الصفقه السوبر مع كامل الاحترام للجدد. طبعا هو صعب ان اللعيب يقول كده في الحقيقه، هو ممكن يكون عنوان بيشد شويه، لكن في نفس الوقت بصراحه هو صفقه سوبر، صفقه سوبر. محمد محمود لعب او ما لحقش يلعب مع النادي الاهلي، الماتش الثاني للاسف جاله رباط صليبي، لكن بيتعالج وفي اخر المراحل الخاصة بالعلاج، وإن شاء الله يشارك مع النادي الأهلي ويكون مؤثر، لأن هو في الحقيقة لعيب كبير جدا 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 محمود وحيد. بالمناسبة بمناسبة التصريح يعني أو العنوان المكتوب لتصريح محمد محمود، اللعيب بيقول الكلام ده مفروض في الملعب. هو محمد محمود بالمناسبة أنا ما أعتقدش إن هو قال كده يعني خالص، لكن هو دايما بيبقى فيه عناوين تشد القارئ يعني، ده أسلوب يعني في الصحافة طبيعي وبديهي يعني، لكن في نفس الوقت هو فعلا صفقة سوبر، وإن شاء الله نتمنى له التألق مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. نروح لروزا اليوسف اللي تتطرق لنجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي والناس مبسوطه جدا منه في الحقيقه، حمدي فتحي، القطعه الناقصه التي اكملت خط وسط الاهلي. لعيب مميز جدا جدا، ومش احنا اللي هنتكلم عليه بصراحه، في الفنيين المختصين طبعا في الكوره ويقولوا مدى تاثير هذا اللاعب في وسط ملعب النادي الاهلي. احنا كمتابعين كمشاهدين يعني، لا لعيب مميز جدا جدا، وبيقدر ان هو يفسد هجمات بشكل جيد، بيقدر يكمل يحرز اهداف. لا صفقه من ضمن الصفقات السوبر اللي عملها النادي الاهلي في شهر يناير الماضي، وكانت بدايه لبناء فريق جديد. وعلى فكره هنلاقي النتيجه بتاعت البناء ده بشكل جيد، حتى لو خرجت من الكاس، لكن في نفس الوقت لسه انت دعمت في الصيف بثلاث لاعبين كمان، والتوليفه دي كلها هتعمل شكل قوي جدا للنادي الاهلي. وبصراحه عندنا قائمه مميزه جدا من اللاعبين، القائمة دي هتقدر ان هي تقود الفريق.